الشتات في الكره الماضيه. الحكم البحث عن هدف اول في هذه المباراه، كره لحسنيه اكادير في منطقه الجزاء، خروج محمد امين شحن انتدابات في نادي الجيش الملكي. لعب الكونغولي كره الحسنيه لحسنيه اكادير، هذه امكانيه فرصه لتسديد، كره تسدد زمان وفي اي مكان. نعم هدف، نعم ابدعت واتقنت وتعاملت بذكاء مع كره جميله، تسديده يا سلام عابره للقارات، عابره للقارات، هدف جميل جدا. هذا هو الابداع اللي نتمناه نشوفه في ملاعب كره القدم الوطنيه. الحسنيه يوفق في توقيع الهدف الاول في المباراه، تصبح النتيجه 1-0. سنتابع مباراه مختلفه شكلا ومضمونا لنادي الجيش الملكي. يعني فقط الصوره تقريبيه للمدرب الوس، كره لحسنيه اكادير، الكبير المنجز من طرف جاموندي واللاعبين لتحقيق انتصار سيكون ثمنه غالي في البطوله الوطنيه. سيكون المجال عاده لمتابعه مباريات مستوى عالي جدا، ما كانش تسلل تماما. صفصافي لم يكن شردا، لم يكن متسللا، والتمريره كانت بالمقاس للجيش الملكي، لكن تدخل الكبير عبد الرحمن الحوصلي للإعادة بالرحمة للصفصافي، وتدخل عبد الرحمن الحواسي، ياسين رامي، رامي كرة طويلة شوية، دعم كبير لخط وسط الحسنية، كرة من جلال الداودي، هذه إمكانية، هذه فرصة تضيع لحسنية أكادير، كان خطأ. نعم الحسنية في قمة مستوياته، أيضا الحسنية ما كانش خايب في مباراة كأس الكونفدرالية، بل تابع هذه المباراة لحسنية أكادير أمام النهضة البركانية. صعيب أنك تقدر فايل مثل فومبو، هذه كرة ممتازة جدا، ما كانش تسلل تماما، فرصة للجيش الملكي، وتدخل، وهي تدخل ياسين كبير ريتي لوفون بونزينغا، مبعد الكرة لحسنية أكادير، تتحول من أخي. نشوف فرصة أهداف أخرى في هذه المباراة للجيش الملكي ولحسنية أكادير، كلنا شوق لمتابعة نادي الجيش الملكي. كرة للجيش خمامية، كان تسلل، نعم كانت راي مرفوع، مباراة كرة الحسنية، هذه إمكانية للحسنية، الانطلاقة من بسعيد، كرة في منطقة الجزاء برا فلاح، مشات كرة من صفصافي، صفصافي كان خطأ، نعم كان خطأ في الكرة الأخيرة، ضربة خطأ للجيش الملكي. حماس جماهيري كبير وكبير جدا، يعني الجمهور الحاضر ما يقارب 5000 6000 مناصر، لكن الجمهور قيم بويريتي في منطقة الجزاء، لا راية مرفوعة، راية مرفوعة كانت للحكم المساعد في الكرة الماضية، يتدخل الإعلان عن تسلل في الكرة الماضية، الحكم المساعد الثاني حوار مع الحكم لإعادة كرة لوفومبو، لم يمكنش نحكمه. شيء كان خطا، ما كانش خطا تماما في الكره الماضيه، كان تسلل او لا للمساهمه في تسجيل هدف التعادل. كره في منطقه الجزاء، ما زال الخطوره للجيش الملكي، معاوي مبعده للجيش الملكي، حسنيه اكادير، بسين تعود الكره من كريم صبري، مشت للجيش الملكي، يبحث عن تحقيق الانتصار لكي يعلن نفسه منافسا قويا. كره ممتازه جدا، واحده منها سجل لوفومبو، لوفومبو للطرف الايمن، محمد الشيبي، 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 كره في منطقه الجزاء، ما زال الخطوره لفريق الجيش الملكي، ابعاد في النهايه الجيش الملكي من الطرف الايسر، من مهدي بالرحمه، مهدي بالرحمه، الكره تسدد، وابعاد من دفاع حسنيه اكادير، ما زال الخطوره، ما زال الضغط الممارس من طرف الجيش الملكي، بحثا عن هدف التعادل، كره في منطقه الجزاء، حرفية عالية، كرة لعبت بشكل رائع، والمتابعة بالراس، لعبة في مكان صعيب على عبد الرحمن الحواصلي، كرة من معاوية، معاوي والراس، الراس بالراس، الراس بالراس، والهدف، هدف الخلاص للجيش الملكي الذي عانى كثيرا على مدار 35 دقيقة. أي مشهد، الجيش الملكي ما كانش تسلل تماما، هذه كرة فريق الجيش الملكي في منطقة الجزاء، كان
بالإمكان أنه يكون أفضل مما كان. وألوس يتفاعل بأي طريقة، ألوس مجنون في بنك مدراء الجيش الملكي، مجنون في حب الجيش الملكي. هذه كرة لو ركز شوية مساوي لكانت الكرة، ولو أنه عبد الرحمن الحواسي غلق الزاوية بشكل ممتاز جدا. يتم نقلهم مباشرة على قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون مرة بعد أخرى. أكيد أنه أشياء كثيرة لازم تصحيحها، لازم. ومعاوي في منطقة الجزاء، وبعد من دفاع حسنية تقدير، كرة من توفيق صفصفي، يسدد الجيش الملكي، كرة من بسين، من الطرف الأيمن بسين، لعب كورتو تجاه محمد أمين البركاني. في خطر وسط الجيش الملكي، كرة صعبة لوفومبو ممتازة جدا. فكرة كانت ممتازة، الذي سجل الهدف بشكل جميل جدا، ارتقى بشكل جيد وسدد الكرة في مرمى الحارس عبد الرحمن الحواسي الذي لم يكن أمامه أي فرصة للتصدي للكرة الأخيرة. وهنا أجمل صورة خلال الجولة الأولى من هذه، مختلف تماما عن الجيش الملكي الذي تابعناه في مباراة سابقة، وكأننا أمام فريق تحرر من كل الضغوطات النفسية التي كانت تشتم على صدور لاعبين لم يكن أمامهم من خيار آخر. أول لاعب أجنبي في تاريخ الجيش الملكي للمعلومة فقط. كرة تسدد بعيدا من مهدي مرحبين على مستوى المجموعة. أيوب القاسمي طلعت من الكرة، مشت من الكرة من الطرف الأيمن للجيش الملكي، لكن كان تسلل بإشارة من الحكم المساعد. لقب وطني وإفريقي، كرة من توفيق صفصفي لعب كرة صفصفي من الطرف الأيسر، يبحث عن المراوغة، كرة مشت من الطرف الأيمن للجيش الملكي. كل شيء ممكن في هذه المباراة. كرة للجيش الملكي، إمكانية التسديد ممتازة جدا. تتوج بلقب إفريقيا على مستوى أقل من 20 سنة. العمل يا سادة بإمكانيات بسيطة. العمل لمويان دبور، مشات كرة للجيش الملكي، ممتازة هذه، وتسلل يعلن عن حكم المباراة. تسلل يحضر في هدوء لهدف ثاني في مباراة هامة وهامة جدا لمواصلة المسير نحو ريادة، نحو صدارة. ومكان العميد هو الزعامة. كرة في منطقة الجزاء، يواصل صيانه عن التهديف ويواصل غيابه عن هز شباك رفقة حسنية تقدير. هنا الإعادة، لو ركز شوية معاوي لوضع الكرة في مرمى عبد الرحمن الحواسي، مشات كرة للجيش الملكي، انطلاقة للجيش الملكي. قصف صافي صفي، مش صفي، لعب كورتو لمعاوي من الطرف الايسر. تونغرا لم يفقد التوازن، تونغرا ينتظر الدعم، تونغرا والقيصر. كرة لحسنية تقدير، الانطلاقة لحسنية تقدير في منطقة الجزاء بعيدة جدا. يلعب كورتو ماديو بيلا، كرة في منطقة الجزاء، متابعة من بالروس لاعبين تامر سيام. الكرة في منطقة الجزاء، أقرب للنصف فرصة ستحسم نتيجة المباراة. كرة من قاسمي في منطقة الجزاء، خروج الحارس محمد أمين البرقادي والمسائل مراكش. ضغط عالي، ضغط حامل الكرة، مشهود ومخزون بدني رهيب لدى اللاعب الكونغولي 26 سنة من كينشاسا. لاعب لم يوفق في تجربة الاحتراف لنادي رويال يونيون سان جيماس في الدوري البلجيكي. نخليه بلجيكا ونعود لأكادير. هذه إمكانية التصويب، ماركوفيتش من صربيا، لعب قام مجهود جبار وسدد كورتو، ما مشاتش بعيدة عن مرمى الحارس محمد أمين البرقادي. أصعب كرة لحسنية أكادير في المباراة. الحسنية، الحكم يمنح امتياز اللاعب. الحسنية يعود بجديد في المباراة. شواش سدد ممتاز جدا، للمرة الثانية كاد ان يسجل الهدف الثاني لحسنية تقدير. ممتاز على مستوى التسديد هذا شواش، صعيب على فريق الجيش الملكي انه يخلي شواش يسدد بهذه الطريقة. كان قريب من تسجيل الهدف الثاني. لو انتصر اليوم فريق الجيش الملكي سيقطع شوط مهم للعودة من جديد في البطولة الوطنية. ايام شهر يناير كان حقق اخر انتصار على المغرب التطواني 2-1. مرمى الحارس محمد امين البرقادي، كره من جلال الدولي تصل لماركوفيتش يراوغ، كره ضاعت. واسمه من ذهب ايضا اليوم. ساوية للجيش الملكي في منطقة الجزاء. تدين الجيش الملكي وحسنية تقدير. لعب
كرة تونغارا لمهدي بن رحمة في منطقة الجزاء ممتازة جدا. العميد في القمة عبر الموهوب إبراهيم بسعودي الذي يتمكن من تسجيل هدف ويهدف لا يسمر الموهوب إبراهيم بسعودي. تونغارا يا تونغارا لعب بن رحمة لإبراهيم بسعودي. بسعودي يا سلام يا سلام يا سلام. بسعودي صعيب تلقى خوف في البطولة الوطنية. بسعودي مبدع. بسعودي فسينتفض بحثا عن هدف التعادل في هذه المرة من كرة ثابتة يبحث عن كرة التعادل يبحث عن العودة من جديد في المباراة. سددت الكرة بشكل ممتاز جدا مهدي أوبيلا. آخر المباراة في آخر خمس دقائق هنا الكرة كورت أوبيلا لعب بشكل ممتاز جدا ومشت بعيد عن مرمى الحارس.